وينضم إلينا اللحظة من مراكش للحديث أكثر حول هذا الموضوع السيد أنس أبو الكلام الخبير في مجال الأمن السبراني. مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. إذن المغرب يعيش كباقي البلدان على واقع تحول النور. طيب قلت أن المغرب يعيش كباقي البلدان على واقع تحولات رقمية متسارعة، أسألكم ما هي أبرز التحديات التي تواجه المغرب في مجال الاحتيال الرقمي؟ شكرا على الاستضافة. أولا الاحتيال الرقمي هو نوع من أشكال الاحتيال اللي كيستعمل التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات مثلا الانترنت لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مثلا الكشف عن معطيات حساسة، تحويل أموال، القيام بأعمال نصب إلى غير ذلك، واللي كيستعمل فيها كما قلنا البريد الإلكتروني أو لا مواقع إلكترونية زائفة أو لا تقنيات مثلا التصيد الاحتيالي وما يسمى بالفيشين اللي كيوصلونا فيه واحد مجموعة نتاع رسائل إلكترونية زائفة من مصادر غير موثوق بها، مثلا كتدعي انها بنوك ولا شركات وغير ذلك، وتتقنع الناس باش يكشفوا عن معلومات شخصيه ديالهم او معلومات ماليه وكما تم الاشاره اليه، فهذا ما خصوش يدار. ثانيا الهندسه الاجتماعيه مثلا اللي كتستغل العلاقات البشريه، كيتصل بك شي حد كيدعي انه مؤسسه مثلا وكيطلب منك واحد مجموعه من المعلومات واللي ما خصش تعطيها، مثلا القرن الرقمي ديالك او غير ذلك. كاين ايضا البرمجيات الخبيثه، مثلا البرامج الطاغه بحال الفيروسات واللي كتدخل الهاتف او الجهاز الكمبيوتر عبر مفاتيح يو اس بي ولا عبر منصات التواصل الاجتماعي. كاين المواقع الزائفه، وكاين بالنسبه للمغرب هو معرض لمجموعه من الهجمات مثلا على المؤسسات الماليه والمصرفيه وايضا المؤسسات الحكوميه بحكم التطور ديال المغرب على المجال المالي في المستوى الدولي، فهذا كيجلب واحد مجموعه من الناس اللي كيبغيو الربح، او ايضا عربه حرب الكترونيه واضحه المعالم اللي كتجي من ذباب الكتروني تابع بشكل غير رسمي لواحد مجموعه من المؤسسات او دول معاديه للمغرب، واللي كتهدف للتشويه ديال السمعه او يعني تقاسم بلاغات كاذبه ومعلومات كتضر بالمغرب. كاين ايضا كل ما هو ابتزاز جنسي، وكاين ما هو برامج فيديه اللي كتقوم مثلا بتشفير البيانات ديالنا وكتطلب منا واحد الفديه باش تعطينا المفتاح او القن باش نقدروا اعاده استعمال هذوك البيانات اللي هما ديالنا. ايضا اليوم هناك تقنيات جديده كتستعمل الذكاء الاصطناعي، فمثلا كاين لي سمارت بوت او البوتات الذكيه اللي هي في حقيقه برامج اوتوماتيكيه، انت كتدخل شي موقع وكتظن انك كتجاوب مع واحد الانسان، ولكن هو واحد برنامج كيتحدث معك بشكل اوتوماتيكي وكيحاول يتاقلم مع الاسئله ديالك ويجاوب بها. وبعض الاحيان بعض البوتات اللي هي ضاره كتطلب منك واحد مجموعه من المعلومات الشخصيه. كاين ايضا زوير الصوت والفيديو، اليوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي اصبح جد سهل انه انشاء مقاطع فيديو او صوت مزيف باستخدام كما قلنا الذكاء الاصطناعي لتقليد الاشخاص بشكل واقعي. كاين ايضا البرمجيات الخبيثه المستقله، يعني اللي كتأقلم وكتفاعل بواحد الشكل ذكي مع بيئة النظام المستهدف وتتكيف مع الدفاعات الأمنية، وكاين مجموعة من الطرق الأخرى بطبيعة الحال. طيب أمام هكذا تحديات، ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية للتصدي لهذه الجرائم؟ المغرب اتخذ واحد المجموعه من الاجراءات على عده مستويات. اولا الى بدينا من التحت، هناك برامج ديال التوعيه والتعليم لنشر الوعي حول اساليب النصب الالكتروني، وهذه مساله مهمه على جميع المستويات، على مستوى المواطن، على مستوى الشركات، على مستوى المؤسسات وعلى مستوى البنيات الحيه للبلاد. كاين ايضا اعتماد استراتيجيه ديال تحليل المخاطر بشكل دائم اللي خص الناس يعرفوها. كاين ايضا واحد المنصه اللي
وحدتها الإدارة العامة للأمن الوطني كتسمى إبلاغ، اللي الهدف منها هو الإبلاغ عن المحتويات الرقمية الضارة أو المشكوك فيها. كاين أيضا واحد المبادرة قامت بها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اللي كتسمى داتا ثقة، اللي الهدف منها هو نشر الوعي وتقديم الإعانة في هذا المستوى. أيضا كاين تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية، المغرب جد متفوق في هذا المجال، وواحد يعرف واحد ترسانة قانونية مهمة بما فيها القانون 098 لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، القانون 025 المتعلق بالأمن السيبراني وحماية البنيات الحية للبلاد إلى غير ذلك. كاين أيضا هيئات تنظيمية، المغرب منذ 2011-2012-2013 بدأ كينشأ واحد مجموعة من الهيئات كالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، ك الهدف كما قلنا هو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني. كان أيضا الاستجابة للحوادث الإلكترونية، تم إحداث ماستر اللي هو فريق استجابة للطوارئ الإلكترونية على المستوى المغربي اللي تحدث في 2010، وكيلعب واحد الدور اللي هو حيوي في التنسيق والاستجابة للحوادث السيبرالية. كان أيضا استراتيجيات وطنية اللي بدأت في استراتيجية ماروك نوميريك 2013، وأيضا في 2020 و2000 واستراتيجية نحو أفق 2025 إلى غير ذلك، اللي الهدف منها هو تعزيز الثقة والأمن في مجال الرقمية وتحسين البنية التحتية للأمن السيبرالي. ومع ذلك بطبيعة الحال كاين واحد مجموعة من التحديات اللي هي راهنية، والمغرب يقوم يعني بأدوار طلائعية لا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى العربي والدولي في هذا المجال. طيب ماذا عن مستوى الوعي لدى المواطنين بشأن مخاطر الاحتيال الإلكتروني، خاصة في ظل انتشار واسع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ المستوى الوعي نتاع المواطن المغربي مستوى لا بأس به، ليس هناك إحصائيات، لم يبلغ إلى علمي إحصائيات رسمية في هذا المجال، ولكن على أي من خلال استراتيجيات الحكومة ومن خلال يعني الرقمنة اللي كيعرفها المغرب والمواكبة ديال اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولا الاستراتيجيات الحكومية ولا أيضا وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مشكورة اللي كيقوموا بواحد مجموعة من حملات ديال التوعية. أيضا كما قلنا بالنسبة للشركات هناك يعني مستويين، مستوى ديال البنيات التحتية للبلاد والشركات الكبرى اللي ملزمة بقوة القانون 025 يعني باش يكون عندها واحد المستوى مهم ومستوى عالمي ويضاهي المستويات العالمية في مجال الأمن السيبرالي، ولكن هناك يعني عمل في طور يعني التقدم على مستوى المواطن العادي اللي هو مستهلك لرقمنا بشكل دائم، وشيئا فشيئا يعني يتم إدخال في المؤسسات التعليمية، ومثلا على مستوى الجامعات الباكت إسري الذي يتحدث مثلا على عن إدخال بشكل أوتوماتيكي وجميع المستويات الجامعية وجميع المجالات التعليمية الجامعية دي موديول على رقمنا وعلى الذكاء الاصطناعي وما يصاحب ذلك من المجال القانوني والجانب التقني إلى غير ذلك. طيب تطرقتم إلى التجربة المغربية في التصدي لهذه الجرائم لجرائم الاحتيال الإلكتروني، كيف يمكن للمغرب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني؟ المغرب وبكل موضوعية جد نشيط على المستوى الأمن السيبرالي، لا على مستوى المديرية العامة للأمن نظم المعلومات ولا على مستوى وزارة الرقمنة وأيضا اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وباقي الهيئات والمؤسسات الدولية اللي كتتعاون بشكل حثيث مع نظيراتها على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. ولا يخفى عليكم أنه اليوم وحتى في السنة اللي فاتت في نفس الفترة كان مؤتمر أو منتدى إفريقي الأمن السيبرالي اللي تنظم في المغرب، وعرف الحضور تاع واحد مجموعة من الدول الصديقة العربية، واشتغال في الميدان ديال
ديال يعني الامن السيبرالي مع صناع القرار في هذا الميدان. وايضا على المستوى الافريقي والمستوى الفرنكوفوني كان هناك مؤتمر غرب افريقيا حول البنيه التحتيه الرقميه والامن السيبرالي اللي كان في نوفمبر 2023، كان فيه المغرب فاعل مهم. كان المؤتمر العالمي حول تعزيز القدرات السيبراليه اللي تنظم ايضا في من 29 30 نوفمبر 2023، واظن غادي تعاودوا في لي زيديسيون الجايين، واللي كان يعني تركز فيه المغرب كدوله قويه في يعني على القدره على التحمل السيبرالي وعلى دعم التنميه المستدامه والازدهار الاجتماعي باستعمال الرقمنه، ولكن رقمنه اللي تكون امنه. ايضا المغرب منخرط في اتفاقيات دوليه كاتفاقيه بودابست التي تهدف الى تعزيز التعاون في مواجهه الجريمه الالكترونيه، ايضا اتفاقيه مالابو بشان حمايه الامن السيبرالي وحمايه معطيات الطابع الشخصي الى غير ذلك. فكيبان لنا بلي المغرب كيشتغل من الداخل، يشتغل على جميع فئات المجتمعيه والمؤسسات الدوليه بما فيها البنيات الحيه، وايضا يشتغل بشكل حثيث مع نظرائه والدول الصديقه على المستوى الافريقي والعربي والدولي بما يخدم مصالح هذه البلدان، لانه كما لا يخفى عليكم ان هذا الشيء كيرتبط بالسوفرانتي يعني نتاع الدول. المغرب اشتغل مثلا على ما يسمى بالكلاود سوفران او يعني هذاك الهندسه السحابيه الالكترونيه ديال المغاربه اللي كتحطوا فيها المعلومات ديال المغاربه وما كتخرجش خارج بالخصوص حساسه اللي ما كتخرجش خارج التراب الوطني بحكم القانون، والقانون 08-09 مثلا اللي هضرنا عليه. طيب سيد انس ابو الكلام الخبير في مجال الامن السبراني، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشره من مراكش.